الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الذكاء الصناعي يواجه لعبة صينية عمرها 2500 سنة. في شهر آذار مارس القادم سيمثل لاعب محترف من كوريا الجنوبية أمام برنامج ألفاغو القائم على التعلم العميق، وبخسارته ستكون جو لعبة أخرى يتخلى فيها البشر عن سيادة للحواسيب، ومطورو البرنامج واثقون من الفوز. لماذا تشكل هذه اللعبة تحدياً وكيف سيتمكن ألفاغو من الفوز؟ تابعوا معنا المقال التالي. تفوق الحاسوب على أفضل اللاعبين من البشر بلعبة الشطرنج وكذلك لعبة الدامة وطاولة الزهر، ولكن كان هناك عائق ضخم أمامه للفوز في لعبة جو، وهي لعبة لوحية قديمة طالما عدت واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الذكاء الصناعي. اليوم تزعم شركة جوجل ديب مايند المتخصصة بالذكاء الصناعي أن آلتها قد أتقنت هذه اللعبة. كشفت شركة ديب مايند في دراسة نشرت في مجلة ناتشر في 27 من كانون الثاني يناير أن برنامجها المدعو ألفا جو تغلب على البطل الأوروبي فان هيو بلعبة جو 5 مرات من أصل 5، وهزم أيضا منافسيه من أفضل برامج الحاسوب الأخرى في 99.8% من المباريات. ألفا جو المطور من قبل الباحثين ديفيد سيلفر وديمس هيسابيس لم يلعب في بطولة العالم أو ما يعادلها بعد، ولكن من المقرر في آذار مارس القادم أن يلعب مباراة ضد المحترف ليسيدول من كوريا الجنوبية البالغ من العمر 32 عاما، والذي يعتبره الكثيرون أقوى لاعب في العالم، حيث سيمثل سيدول البشرية أمام ألفا جو. وبخسارته ستكون جو لعبة أخرى تخلى فيها البشر عن السيادة للحواسيب، ويبدو أن مؤسسي ديب مايند واثقون من الفوز. في الماضي قامت شركة IBM ببناء الحاسوب ديب بلو، والذي تغلب على بطل الشطرنج الشهير غاري كاسباروف عام 1997 خصيصا للفوز بهذه اللعبة. أما ألفا جو فهو ليس مبرمج للعب وحسب، وإنما تم تعليمه باستخدام خوارزمية للأغراض العامة تسمح له بتفسير نماذج اللعبة بطريقة مماثلة لكيفية تعلم برامج ديب مايند للعبي 49 لعبة مختلفة. وهذا يعني أن تقنية مشابهة يمكن تطبيقها على مجالات الذكاء الصناعي الأخرى التي تتطلب التعرف على أنماط معقدة والتخطيط على المدى الطويل وصنع القرار. يقول هاسابيس أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها في العالم والتي تندرج تحت هذا العنوان، مثل استخدام الصور الطبية لتقديم التشخيص أو خطط العلاج وتحسين نماذج تغير المناخ. تحظى لعبة جو في الصين واليابان وكوريا الجنوبية بشعبية كبيرة، وقد اهتم باحثو الذكاء الصناعي باللعبة لفترة طويلة بسبب تعقيد حلها. هي لعبة يلعبها لاعبان اثنان، نشأت في الصين منذ أكثر من 2500 سنة، وقواعدها بسيطة نسبيا. الهدف هو السيطرة على معظم المناطق من رقعة اللعب عن طريق وضع والتقاط الحجارة السوداء والبيضاء على شبكة أبعادها 19×19، لكن متوسط عدد الحركات الممكنة في كل خطوة هو 150 حركة. وتحتوي العديد من الترتيبات الممكنة، حيث يوجد 10 بالأس 170 احتمال. فالحجم الهائل من السيناريوهات المحتملة في كل خطوة يجعل حلها عن طريق الخوارزميات التي تبحث بشكل شامل عن أفضل خطوة غير ممكن. على الرغم من كون الشطرنج أقل تعقيداً من جو، إلا أن فيها الكثير من التشكيلات الممكنة لحلها عن طريق تجريب كل الاحتمالات الممكنة. فبدلاً من ذلك خفضت البرامج تعقيد عمليات البحث من خلال النظر إلى الأمام قليلاً وتوقعي لأي لاعب ستكون الغلبة. في لعبة جو معرفة أماكن الفوز والخسارة أصعب بكثير، فالحجارة لها قيم متساوية ويمكن أن يكون لها آثار خفية بعيدة في جميع أنحاء اللوحة. لتفسير لوحات جو ومعرفة أفضل التحركات المحتملة يطبق برنامج ألفا جو التعلم العميق في الشبكات العصبونية، وهي برامج مستوحاة من الدماغ، حيث يتم تعزيز الاتصالات من خلال الأمثلة والخبرة بين الطبقات من خلايا تحاكي مثيلاتها العصبية عند الإنسان، وبالتالي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتحديد أنماط ضمن كميات كبيرة من البيانات بسرعة لا يمكن للبشر تحقيقها.
أولاً بدأ هيسابيس وسيلفر بتغذية ألفاجو بمجموعة من 30 مليون حركة من المباريات التي لعبت من قبل لاعبي جو والمهرة، ملتقطاً المعلومات المجردة عن حالة اللعب من بيانات اللوحة، حتى أصبح بإمكانه التنبؤ بشكل صحيح بالخطوة التالية للاعب في 57% من المرات، ثم لعب ضد نفسه عبر 50 جهاز كمبيوتر وتحسن مع كل تكرار. وهذه تقنية تعرف باسم تعزيز التعلم. جمعت ديب مايند بين هذا النهج في البحث مع القدرة على اختيار التحركات وتفسير لوحات جو لإعطاء ألفا جو فكرة أفضل عن ماهية الاستراتيجية التي يرجح أن تكون ناجحة عن طريق خفض كميات المعلومات التي يحتاج ألفا جو إلى التعامل معها. وتعد هذه التقنية ظاهرة، فبدلا من اتباع نهج السنوات الثلاثين الماضية نفسه في محاولة الفوز بالألعاب باستخدام القدرة الحاسوبية، انعطف ديب مايند نحو محاكاة معرفة الإنسان، وذلك عن طريق التدريب بدلا من البرمجة. وهذا الإنجاز يدل على قوة التعلم العميق. يلعب ألفا جو بطريقة بشرية، ويقول فان: لو أنه لم يخبرني أحد ربما اعتقدت أن أمامي لاعب غريب بعض الشيء، ولكنه قوي جدا ولابد أن يكون شخصا حقيقي. ولكن يقول هيسابيس أنه لا تزال هناك العديد من التحديات أمام هدف ديب مايند من تطوير نظام ذكاء صنعي معمم. على وجه الخصوص لا يمكن لبرامجها حتى الآن نقل ما تعلمته عن نظام واحد مثل جو إلى مهام جديدة، وهو شيء ينجزه البشر بسلاسة. ولكن تبقى هناك جائزة واحدة ستجد أجهزة الكمبيوتر صعوبة في أخذها من البشر لبعض الوقت على الأقل، وهي سوار بطولة العالم للبوكر. يتم لعب الألعاب مثل الشطرنج والداما وجو ضمن إطار من القواعد واضحة المعالم، فلدى اللاعبين معلومات كاملة عن وضع اللعبة في كل خطوة، حيث يمكن رؤية لوحات اللعب كاملة وحالة الخصم واضحة، وتزدهر خوارزمية الكمبيوتر في هذه البيئة. أما في لعبة مثل لعبة البوكر فالمعلومات لدى اللاعبين غير كاملة، وعدم اليقين في تلك الألعاب يجعلها أكثر تحديا بالنسبة للحواسيب، فهي ألعاب تعتمد على الحظ ومعلوماتها غير كاملة. يقول توبي ووش أستاذ الذكاء الصنعي في جامعة نيو ساوث وولز بأستراليا: بصرف النظر عن المتغيرات الأخرى للعبة البوكر كالغموض والعشوائية، هناك ميزة ثالثة وهي علم النفس. فعلم النفس والتواصل والتعاون لا تزال تشكل تحديات للآلات، وفهم هذه المعلومات يتطلب معرفة عظيمة بالنسبة لها، بينما يمكن للإنسان القيام بذلك بشكل فطري. إن الخطوة الكبيرة التالية في مجال الذكاء الصنعي هي خوارزمية قادرة على تجاوز القواعد الواضحة لتقييم بيئتها، وهذا هو ما يدعوه بارت سيلمان أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة كورنيل فهم المنطق السليم، أو أجهزة الكمبيوتر التي ترى العالم كما نراه نحن. فدمج الخوارزمية مع المنطق السليم يمكن أن تكون قفزة عملاقة تربط التقنيات المختلفة معا. وأضاف أننا ننفق القسم الأكبر من حياتنا بالتفاعل مع أجهزة الحاسوب، وسيكون من المهم بالنسبة لها فهم الحالات العاطفية لدينا، فلتكون ذكية حقا يجب أن تملك عواطف منطق فطري سليم. لم تقرر ديب مايند بعد ما إذا كانت ستقدم نسخة تجارية، علما أن فيسبوك الشركة المنافسة لجوجل عملت على برنامج يستخدم تعلم الآلة للاعب جو، ولا يزال برنامجها الذي يدعى دارك فورست في مرحلة الدراسة المرجعية لأنظمة الذكاء الصنعي التجارية الخاصة بجو.